الكثير 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 والذي لا يمكن تعويضه حتى الآن. أولا طبعا خسرت القائد الوطني والعربي، وخسرت هذا الوهج وهذا الدور القيادي في الساحة اللبنانية، في تحريك الشارع اللبناني، في فرض الإصلاح بلبنان. خسرت قائد مستنير، خسرت شخصية تاريخية قيادية كبيرة، إضافة إلى خسارة ثقافية كمان أيضا لا تعوض، لأن كمال جنبلاط كان له نفوذ قوي معنوي على الثقافة الدرزية بشكل عام وعلى الثقافة المذهبية، وكان يمكن أن يساهم في الإصلاح دائما سواء على صعيد المذهب والواقع الاجتماعي الدرزي الداخلي أو على الصعيد الوطني. فخسارة كمال جنبلاط فعلا لا تعوض. ربما لم يعرف الدروز حتى الآن فكر بلغ هذا الاتساع وهذه الشمولية ككمال جنبلاط، لكن الدروز معودين أن يفقدوا أبطالهم وأن يفقدوا زعماءهم. في لحظة الوداع تنادى وجهاء ومشايخ الطائفة وعقالها ورفاق الراحل كمال جنبلاط، وأجمعوا على مبايعة وليد جنبلاط نجله الوحيد الزعامة الدرزية وزعامة آل جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي أيضا. فينا نقول كان في إجماع أو لحظة إجماع، لأنه اغتيال كمال جنبلاط عمل رد فعل كبير بالدروز، تعاطف مع هذه القيادة، وبالتالي استشعر الدروز خطر مباشر على وجودهم، أن تقتل يعني زعامتهم الأساسية بما تمثل من أهمية معنوية كبيرة ومن دور سياسي. فتكتلت الطائفة إلى حد ما مع وليد جنبلاط، خلى بعض الاعتراضات البسيطة والعنعنات، لكن استطاع وليد جنبلاط أن يثبت فيما بعد أنه قائد أساسي وقائد كبير، وأن يوحد أيضا الطائفة حول قيادته، خاصة في معركة الدفاع عن وجود الدرز. وقف إلى جانب وريث الزعامة الجنبلاطية الكثيرون من المخلصين، وساعدوا وليد جنبلاط في تحمل المسؤولية الثقيلة وتركة والده الراحل. فالإرث السياسي كان ضخما ويحتاج إلى اهتمام ومتابعة، والزعامة الجنبلاطية تتطلب رعاية وحماية، والحزب التقدمي الاشتراكي كان يحتاج لقائد ومحرك، والحركة الوطنية كانت مفصلا وجزءا من معركة أساسية مفتوحة في البلاد تتطلب موجها ومسؤولا. والتحدي والهم الأكبر أمام وليد جنبلاط، كان طائفته ووحدتها وصمودها في وجه التحديات والمتغيرات والحرب الصعبة التي كانت رحاها دائرة آنذاك. فماذا فعل جنبلاط الابن لتوحيد موقف الطائفة، وكيف واجه تلك المرحلة؟ القادة الدروز وليد جنبلاط ومجد أرسلان والشيخ محمد أبو شقرة كانوا يجتمعون دائما وشكلوا لقاء، أعتقد أنه كان لقاء بيت الدين، الذي كان هذا اللقاء يحاول أن يوحد المطالب الدرزية والذي كان يوحد الموقف الدرزي. لذلك كانت هناك سياسة من وليد جنبلاط باتجاه الأمير مجيد أرسلان الذي كان عاقلا ومدركا لخطورة المرحلة، فتوحدت الرؤية وتوحد الموقف، وكان هناك دور أساسي للأستاذ وليد جنبلاط في هذا المضمار، وللشيخ أبو شقرة وللقيادات الدرزية الدينية والاجتماعية آنذاك. أستطيع القول إن هؤلاء الدروز تاريخهم في لبنان كان تاريخا قائما على الدفاع عن الثغور، أي كان تاريخا عسكريا، والتاريخ أنا إقطاعهم إقطاعا عسكريا، والعسكر يشعر بوحدة أكثر من المدنيين، هم محاربون، أي أن قائدهم
هو قائدهم العسكري. فلذلك نرى اتحادا على قيادتهم أكثر مما نراه عند غيره أو عند بعض غيرهم إن صح لنا القول. انقلب كل شيء في حزيران عام 1982 تاريخ بدء الاجتياح الإسرائيلي الأوسع للبنان، وأثبتت الوقائع التي رافقت الاجتياح أن دروز لبنان لم يراهنوا على الإسرائيليين كما حاول البعض تصويرهم والتشكيك بموقفهم. فعلى الرغم من عدم إبداء الدروز مقاومة فاعلة ضد الإسرائيليين خلال اجتياحهم لعمق مناطقهم في الشوف والقرى الجبلية الأخرى، إلا أن الطائفة الدرزية مجتمعة لم تبدي أي تعاون مع الإسرائيليين، كما رفض أركان الطائفة وفي مقدمهم شيخ عقل الطائفة الشيخ محمد أبو شقرة رفض عرضا إسرائيليا بحماية الدروز في الجبل. الإسرائيليون طبعا لديهم مخططات، لديهم أهداف، ليس حبا للدروز وإنما رغبة في تحقيق مخططاتهم، والتي من ضمن هذه المخططات كان إقامة الدويلات الطائفية. كان هناك مخططات مشبوهة، يعني اشتغل عليها الغرب واشتغل عليها الإسرائيليون الصهاينة في هذا نصف القرن الماضي، مخططات إقامة دويلات طائفية منها دويلة درزية. الدروز رفضوا مبدأ إقامة دويلة درزية حتى أيام فخر الدين وحتى أيام التنوخيين، لم يكن هناك من هم بإقامة دويلة درزية. كان هناك محاولة لإشراك الجميع في بناء الدولة، رغم أنها سميت الجبل الدرزي أو الإمارة الدرزية آنذاك.